الإيميجريشن وقوانين الهجرة واللي بيحصل فيها كل يوم تعديلات وتحديث وما كانش يكون محامي شاطر ومتمكن ما يقدرش يتابع. فإحنا النهاردة عندنا فعلا المحامي الشاطر المتمكن الدارس صاحب الشهادات الكبرى وصاحب الخبرة هيكون معنا الأستاذ فراس. أنا برحب بحضرتك. يعطيك العافية سيد محمد. أول إشي بدي أشكر قناة الـ ART أمريكا على استضافتي في هذا البرنامج الجميل. تشرفت. الله يمسيكم بالخير. الأستاذ فراس رفعي طبعا يمكن مش غريب عن كثير منكم، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم مثلا اللي شايفيننا الناس في كندا وفي كاليفورنيا في أمريكا كلها، فطبعا قوانين الهجرة تقريبا قوانين كلها نيشن وايد. نعم. خلينا نبتدي ب ايه الجديد خلال مثلا الشهرين اللي فاتوا دول. اوكي. اول اشي خلينا نتكلم بعد استلام الرئيس دونالد ترامب بعد ما اخذ الرئاسة كويس. في الولايات المتحدة الامريكية صدر في قانون بان ترافل بان كويس. منع السفر لسبع دول. بلش في السبع دول. هو البلاد هذه كانت ايران ليبيا سوريا صوماليا السودان اليمن وكانت العراق معهم. أيوة. أوكي. هذا صدر القانون تقريبا في شهر تقريبا 4 2017. أوكي. فطلعت المحكمة في عندك محكمة اللي هي المحكمة الديستريكت كورت اللي موجودة. أيوة. في سان فرانسيسكو اعترضت على هذا مزبوط. القانون والقانون هذا وستراك داون. بعدين رجع الرئيس ترامب ولغى القانون. أوكي. تنازل عنه وطلع قانون جديد كويس. استثنى من هذه البلاد اللي هي العراق. العراق. أوكي. فصفينا على البلاد اللي ذكرناها سابقا. القانون باختصار مفيد. أوكي. القانون بيقول إنه أي شخص يحمل جنسية من البلاد اللي أنا ذكرتها الآن أوكي. ممنوع يدخل الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوم أوكي. إذا ما أثبت أنه في له علاقة وطيدة مع شخص موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان American citizen ولا أيوة. كان مع lawful permanent resident. هذه خلاصة القانون. لا يعني مع green card يعني أنا مثلا معي green card موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. أمي موجودة في الأردن كويس. على سبيل المثال. لا الأردن مش ضمن البلاد. خلينا نفترض ماشي. أنه موجودة في ضمن البلاد. خلينا نقول ليبيا. أوكي. أمي موجودة في ليبيا. أيوة. وتحمل الجنسية الليبية كويس. بدها تدخل على إذا راحت على السفارة الأمريكية مشان تقدم على فيزا. أيوة. إذا ما أثبتت أنه في إلها ابن موجود في أمريكا ومعاه يو اس سيتيزن مش لح تدخل. فالقانون رح ينطبق عليها وممنوع تدخل أمريكا لمدة 90 يوم. هذا هو القانون. أيوة. هذا أول بند. البند ويس. الثاني اللي هو اللاجئين. أي واحد مقدم بده يكون لاجئ يجي على الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية البلاد لهذه البلاد محروم من دخول البلد لمدة 120 يوم. مش 90 يوم. مش 90 يوم. ويس. اللاجئين 120 يوم. الفيز الثانية 90 يوم. طيب كويس. وهل المدة دي بتجدد بعد كده ولا الآن حدش عارف لسه؟ الآن صار في استئناف على هذا القرار. استئناف هذا القرار من قبل طبعا المحكمة في هاواي. أيوة. اعترضت مزبوط. عليها وبعدين ترامب ادمنستريشن راحوا عملوا أبيل وطلعوها للسبريم كورت وكسبوا هم القضية والقضية القانون went into effect ب June 29, 2017. so you have to count 90 days 90 يوم من لحد آخر سبتمبر لحد نهاية سبتمبر. أوكي. الآن في جلسة ثانية سوف تعقد في الفول. هذا مش قرار نهائي من السبريم كورت. أيوة. هذا قرار مبدئي. أيوة. أوكي. في كمان جلسة لح تعقد في فول 2017 تتعلق في هذا القانون ليصدر فيها قرار نهائي. يعني دلوقتي لو في أي شخص هنا ولو قريب من الدرجة الأولى موجود في إحدى هذه الدول لازم يكون يثبت إن القريب يثبت إن هو معاه جرين كارد أو سي يو سيتيزن وياخد الفيزا. هذا يعني شق من الموضوع. برضو كمان خلينا نفترض إنه محمد الخشاب موجود الآن في ليبيا بده يدخل الولايات المتحدة الأمريكية كويس. وما عنده أقارب.
لكن بيقول انه انا مثلا عندي كونفرنس او عن دراسه طريق عن طريق عن طريق الشركه تبعي كويس، او مثلا في عندي انتربرايز موجوده كويس. داخل الولايات المتحده الامريكيه، او في عندي انتيتي معينه اوكي، ف بيعطوه فيزا بناء على هذا الكلام اذا اثبت هذا الكلام في السفاره. يعني هو القانون مش ستريكت 100%، it's not strict 100%. في a lot of gaps into it. في عندك كمان شخص مثلا حاصل على I-20 مثلا من جامعه أيوة معينه بيدرس. اوكي وبيقدم على فيزا F-1 فيزا دراسه اوكي، وراح السفاره واثبت انه عنده I-20 وعمل الافيديفر سبورت على اساس انه الفاينانشال، على اساس انه هيز راح يغطي مصاريفه الشخصيه ويغطي كويس. مصاريف الجامعه برضه طيب. كمان راح يسمحوا له انه يدخل. طب كويس قوي، يعني دي شيء مطمن وكلام مطمئن ان القانون مش ستريكت 100%. طيب عايز اقول لحضرتك هندخل في الموضوع على طول دلوقتي. الناس اللي موجوده هنا وعايز يحسن وضعه، هل طرأ على قوانين اللي كانت موجوده قبل كده اي تغيير؟ ان هو يعني مثلا واحد قاعد هنا كان بفيزا سياحه، نعم، خلينا نفترض انه مخالف، يعني مخالف نعم. كيف بيقدر يحصل على على يحسن وضعه؟ يحسن وضعه على اساس انه يحصل على اقامه شرعيه. اقامه شرعيه اوكي. القانون اللي صدر ما له علاقة في الشخص اللي موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل شرعي، لأنه ما طلعش في قانون اسمه أمنيستي. أيوة. الأمنيستي اللي هو عبارة عن أي شخص موجود داخل الولايات بعد فترة معينة إذا أثبت إذا في عنده حسن سير وسلوك، دافع ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجي مثلا يقدم مثلا على جرين كارد أو نعطيه مثلا موجود. لا هذا مش موجود. إحنا مش نحكي موجود. لو موجود هذا بسموه قانون الأمنيستي. فالقانون الأمنيستي مش موجود الآن دلوقتي. فالطرق اللي عندك تحصل فيها على جرين كارد بشكل إذا أنت كنت بشكل أيوة. غير قانوني very limited على فكرة كويس. محدود جدا يعني الحل الوحيد يكون انه زواج، بس انا بحكيها وبحكيها علنا، الزواج لازم يكون زواج صحيح ولازم يكون يعني بسموه bonafide marriage. bonafide marriage مش زواج مصلحة او زواج على اساس انك تحصل على اوراق بطريقة غير قانونية. لا لا هذا لازم يكون زواج صحيح. لازم يكون زواج صحيح، لازم يتزوج ويعقد ويجيب عقد الزواج ويعيش معاها ويجيب joint documents ويروح على المقابلة. هم دلوقتي and they are very strict بالموضوع كويس. هذا كويس. في عند هذا حل. هذا حل. الحل الثاني إذا كان في عندك إشي اسمه اللجوء السياسي بسموه political asylum بس طبعا في له مسميات، في عندك لجوء ديني وعندك لجوء إنساني وعندك لجوء سياسي اوكي. فاذا كنت انت موجود داخل الولايات المتحده الامريكيه وبتثبت للحكومه انك انت بسبب رايك السياسي او بسبب ديانتك أو بسبب عرقك او لونك اوكي، اذا رجعت على بلدك سوف تعرض للاضطهاد. تقدر تقدم على طلب لجوء سياسي او لجوء دوني كويس. ديني او لجوء انساني كويس. فبتقدم على طلب، بعد تقديم الطلب ب 150 يوم بحق لك انك تقدم على طلب اللي هو كرت عمل بسموه كويس. تقدر تحصل على كرت عمل كويس. كرت العمل بيصدر بعد 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب أيوة. وبعد حصولك على كرت العمل تحصل على رقم وطني اللي هو السوشيال سيكيورتي، وبتقدر تحصل على رخصه سواقه او ستيت اي دي، وبتقدر انك انت تشتغل بشكل ولكن قانوني. ده مش جرين كارد طبعا. عند حصول المقابلة أيوة. عند الأوفيسر رح يطلب منك إن رح يصدر قرار من الإميجريشن. القرار بيكون يا إما رفض، طبعا هذه نسبة 5%، أو بده يكون موافقة إذا كانت أنت مطابق للقانون. أما إذا كان الأوفيسر غير مقتنع في التستموني اللي أنت عملتها في تحويل للقاضي للفيدرال جادج اللي بسموه ريموفال بروسيدنج، محكمة الترحيل. وتما تتحول على القاضي، القاضي بينظر في القضية من أول وجديد وبتطلع على الطلب وهو بيعمل قرار. وغالبا بيكون في مصلحة يمكن الشخص يعني خلينا نقول تقريبا 75% في مصلحة يعني في لمصلحة هذا الشخص. إذا بتطلع على الريتينجز تبعين الفيدرال جادجز اللي موجودين على على الويب سايت، موجود على الويب سايت أيوة. اللي هو سموه الابروفل ريتينج على البوليتيكال اسايلم أيوة. يعني كافرج يعني بتقدر تحكي من 75% تقريبا. نسبة كبيرة الافرج. طيب وده بالنسبة للي قاعدين هنا.
اللي مش هيقولوا لهم بقى ان انتوا كسرتوا فيزا ولا لا؟ ما هو انا هدول الطرق اللي تكلمت عنهم الان اللي هو الزواج اللجوء، هذا حتى لو انك كنت كاسر فيزا بتقدر تقدم، انت مضطر لها يعني. نعم. طيب بالنسبة للعايش في دولنا العربية، نعم، في الدول العربية وعايز يجي امريكا، نعم، بس عايز يجي بطريق قانوني، عنده جي مثلا عنده فيزا عادية السياحة، نعم، أو ما عندوش فيزا خالص، نعم، هل يقدر يقدم على اللجوء وهو هناك؟ اللجوء خارج الولايات المتحدة الأمريكية ما بيسموه أسايلم، بيسموه رفيوجي. في فرق بين الرفيوجي أبليكيشن وبين الأسايلم أبليكيشن. أيوة. الرفيوجي بتقدم عن طريق اليونايتد نيشن اللي موجودة في بلدك، بيسموها الريسيتلمنت. بدك تروح على اليونايتد نيشن تقدم طلب، نفس الإثباتات نفس الشروط، بس مش ممكن في بلده بقى يعملوا له مشاكل لو عرفوا ان هو بيقدم على حاجه زي كده؟ يعني صدق او لا تصدق، هي عباره عن طلب سري. طلب سري؟ نعم، طلب سري. لانه هذه بتعتبر كونفيدنشال. طيب معلش ناخذ معنا تليفون. نعم. معنا احمد من اوهايو، تفضل. ايوه تفضل. نعم، التقييم معنا احنا. ايوه تفضل معاك. تفضل تفضل استاذ. معاك الاستاذ فراس. ايه زوجتي كان عندها جي 10 سنين جرين كارد. اوكي. خلصوا جينا دفعنا فلوس على 10 سنين، خلصوا 20 سنة. هلا هي بعتنا الجرين كارد، بعتنا شو هالشهر يكون عندكم. يعني معلش عشان الصوت مش واضح برضو، يعني حضرتك كان عندك جرين كارد وما جددتوش 20 سنة؟ انا معايا شيء. في جرين كارد ما جددتش 20 سنه؟ انا عندي باسبور، هو يعني حضرتك الصوت مش واضح قوي برضو، مش عارف. لو تكلمنا من لاند لاين يبقى احسن. انا هجاوبه يعني على تو سيناريو، على تو سيناريوز. اوكي انا بعطيك تو سيناريوز مشان اجاوب على السؤال. شكرا استاذ احمد. السؤال اذا كان زوجته معاها جرين كارد اللي مدته 10 سنوات كويس، وخلص الجرين كارد ولساتها موجوده خلينا نقول داخل الولايات المتحده داخل الامريكيه، ايوه، هذا الجرين كارد يجدد، ما في مشكله. لا يجدد. أوكي. تقدر تجدد الجرين كارد. لكن إذا كانت زوجته معها 10 سنوات جرين كارد 10 سنوات وخرجت خارج الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى الجرين كارد، أيوة، وما دخلت على أمريكا، أيوة، ما تقدر تجدد الجرين كارد. بيكون هي شي أباندد هير جرين كارد، بيكون زي كأنه هجرت الجرين كارد تبعها. لازم وبدأت تقدمه على معاملة جديدة. هذا الفرق بين التو سيناريوز اللي أنا حاولت إني أنا صحيح. أفهم السؤال. برافو عليك. طيب ده سؤال، ده يعني بياخدني لسؤال تاني. اذا انا فهمت السؤال هل صح، هل الجرين كارد انا ممكن اقعد قد ايه بره البلد بجرين كارد؟ اوكي، اي واحد معاه جرين كارد اذا بده يحصل على جنسيته الامريكيه ما يغادر البلد اكثر من 6 شهور. اذا بده يقدم على جنسيه امريكيه بعد مرور 5 سنوات من حصوله على الجرين كارد، بعد 5 سنوات بقى يقعد قد ايه؟ اذا حصلت على الجرين كارد اليوم، ايوه، وسافرت انا بعد سنه، ايوه، وانا ناوي اني اقدم على الجنسيه بعد 5 سنوات كويس. من تاريخ التقديم ما تغيب اكثر من 6 شهور. ما غيبش اكثر من 6 شهور في المره. اما اذا انت معاك حصلت على جرين كارد اليوم ومش ناوي تقدم خلال 5 سنوات ما تغيب اكثر من سنه. لازم. شوف في فرق. لانه اذا غبت مثلا اكثر من 6 شهور بدك تعد ال5 سنوات من تاريخ رجوعك من اول جديد. لكن لو اقل من 6 شهور، اذا اقل من 6 شهور من اول تاريخ الجرين كارد. هذا اول شرط. الشرط رقم 2 مشان تحصل على الجنسيه انه يكون في عندك وجود فعلي في امريكا في اخر 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب
نص الفترة القانونية اللي هو سنتين ونص تكون موجود، مش شرط انه يكون بشكل متتابع، أيوة. بشكل متفرق، بس لما تجمع يعني خلينا نقول مثلا 5 سنوات يعني 30 شهر، 30 شهر وبيدفع التاكسس بتاعه كل سنة بدك تدفع ضرائبك 5 سنوات، بدك يكون عندك وجود فعلي 30 شهر، ما يكون في عندك غياب أكثر من 6 شهور خلال آخر 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب. دي معلومات مهمة جدا. وما يكونش في عندك أي جريمة ارتكبتها في هذه ال5 سنوات اللي هي انتهت بمستمينر اللي هي بسميها الجنحة، الجنحة. أو بجناية اللي بسموها الفلني. أو aggravated felony. طيب. اللي هي الجناية. طيب. بالنسبة للأشخاص اللي عايزين ييجوا على أمريكا وأنواع الفيز اللي المفروض، أنا دلوقتي في شخص عايش في فلسطين او في لبنان او سوريا او مصر وعايز يجي امريكا يشتغل مثلا 5 سنين، يشتغل يبقى مقيم رسمي ويرجع ومن بدون لجوء وبدون اي شيء من هذه الاشياء، او اللي عايز يهاجر خالص ويوصل يجي لهنا، الطرق السليمة والصحيحة والقانونية. اوكي، اذا في شخص موجود خارج البلاد اوكي وبدي بدي يجي لهون يحصل على جرين كارد، خلينا نتكلم على اول شيء الحصول على جرين كارد. كويس. في عندك استثمار. اوكي، في ناس بتقول لك انا معي $1,000,000 بدي استثمر في امريكا، بدي افتح انا البزنس تبعي. اوكي، وانا اوبن ماي اون بزنس. اوكي، $1,000,000 بشترط انك انت تفتح بزنس ويكون قيمة الاستثمار تبعك $1,000,000 بسموها EB-5. هاي بسموها EB-5. كويس. زائد انك تشغل 10 امريكان. كويس. لازم تشغل 10 امريكان، يا اما US citizens او lawful permanent resident. ويفتح ويعمل بزنس $1,000,000. هذا في المناطق الايش اللي هي بسموها tri-state area. مش المناطق النائية. المناطق النائية حسبوها انه عدد سكانها بيكون اقل من 23,000 نسمة. فاذا كان في التراي ستيت اريا وبدك تفتح يور اون بزنس، بزنس تاعك لازم يكون $1,000,000. مليون دولار ويعني ممكن يفتح في نيويورك، في اي مكان في نيويورك في تراي ستيت اريا، تراي ستيت ويشغل 10 اشخاص. لازم يشغل 10 اشخاص ويدفع لهم المينيمم ويج على 40 ساعه. هذا شرط. كويس. اوكي، هذا اذا بدك تفتح البزنس تبعك لحالك. كويس. اوكي، في ناس بقول لك انا بدي افتح بالترايست، بدي اخذ الجرين كارد. اي بزنس، اي معين 10، اي تايب اوف بزنس. المهم انك تشغل 10 امريكان ويكون قيمه هذا البزنس $1,000,000. اوكي، تحصل على جرين كارد مؤقت لمده 2 سنين. هذه المرحله السنتين بسموها مرحله تجريبيه. قبل ما ينتهوا 2 سنين ب3 شهور بدك تقدم معامله ثانيه مشان تحول الجرين كارد من 2 سنين إلى 10 سنوات. هذا الطلب اللي يقدم قبل 3 اشهر هذه بيعملوا اكزامينيشن على البزنس تو ميك شور انه البزنس از رانينج. طبعا اتس بونافايد بزنس. يعني ممكن واحد يبقى عنده جاز ستيشن مثلا، جاز ستيشن اي حاجه. أي بس طبعا انت حضرتك قلت $1,000,000، يعني النسبه اللي معاهم $1,000,000 مش كتيره. انا 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 بلشت من فوق. في ننزل بقى شويه. في ناس بقول لك اوكي انا بدي افتح في التراي ستيت، ما بدي احصل على الجرين كارد. بس انا معيش $1,000,000. معي $500,000. كويس. هلا القانون بيحكي بالنص مليون دولار بتقدر تفتح بنص مليون دولار في المناطق النائيه اللي فيها اقل من 23,000. وهو هيران برضه. And he's gonna run it. نفس الشيء. Okay. زي الميدويست مثلا. Yes. Okay. Okay. بيقدر هي يعني ده $500,000. $500,000. ونفس الشروط تنطبق عليه. كويس. في ناس بقول لك أقل بقى. لا، على نفس المليون في كمان كاريجوري تاني. أنا بقول لك مثلا ما بدي أوجع راسي في بزنس. أيوة. ما بدي أفتح بزنس. في عندك شركات 300 شركة موجودة من الإميجريشن، معترف فيهم، موجودين على الويب سايت تبع الإميجريشن. تستثمر بالنص مليون. بتشتري ستوكس بالشركة هذه. أيوة. بيعطوك جرين كارد مؤقت، وبعد ما تحصل الجرين كارد مؤقت نفس الاجراء كمان. بس هل في سنتين ريسك ان هو، انا بحكي لك على الريسك بعد 5 سنوات. ايوه، يعني المتعارف عليه هون انه أيوة. بيرجعوا لك تقريبا 90%، يعني بيرجعوا لك 90% من قيمه الاستثمار تبعك من ال 500,000. من ال 500,000 بعد 5 سنوات. طب المفروض يزيد الريتيرن. ما هو بيكون في ربح وخساره والى اخره. ف يعني خلينا نحكي احنا على الريسك تقريبا. الريسك في حدود ال 10%. خلينا نقول في ريسك. اوكي. كويس. على النص مليون دولار.
ننزل بقى على الناس اللي هي بجد بقى اللي هم عايزين يجوا ويشتغلوا وكده. اوكي في يعني طيب بيجيبوا التذكره بالعافيه. في هذا كله جرين كارد بيحصل عليه، بس في طريقه ثانيه بيسموها الاي 2. الاي 2 فيزا اللي هي بيسموها نون ايميجرنت فيزا، ما بتحصل على جرين كارد. طب معلش ناخد بقى تليفون الاول وبعدين نرجع نكمل. معانا احمد من اوهايو. الو اتفضل. والله انا كان عندي سؤال. اخويا معسر السن بس اخذها عن طريق اللجوء السياسي، وهو حاليا بيروح على بلده يعني في السنه اكتر من مره. هو سيتيزن؟ هو سيتيزن، يو اس سيتيزن. كويس. بس معاه اخذها عن طريق الاسايلم. اوكي. بس في ناس بتهدده ان هم هيبلغوا ان هو اخذها عن طريق الغلط لانه بيسافر على بلده. كانت كويشن. طب سؤال، ده سؤال كويس قوي. في سؤال تاني؟ لا بس كده. اتفضل. شكرا. شكرا سؤال. اوكي. سؤال هام جدا. مر علينا كثير هذا السؤال. واحد قدم على لجوء سياسي او ديني او انساني. حصلت الموافقة. بعد ما حصلت الموافقة لك الحق انك تقدم على طلب جرين كارد بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة. كويس. حصل على جرين كارد بعد 5 سنوات حصل على الجنسية. الآن إذا حصلت على جرين كارد. كويس. إذا حصلت على جرين كارد. كويس. وسافرت. وانت معاك جرين كارد. أيوة. سافرت على بلدك. على البلد اللي انت قدمت. إذا سافرت على بلدك. واللي انت تكلمت عنه في طلب اللجوء ما تغير. خنفترض انه انت بتقول في جماعه معينه مضطهده مثلا في راس. أيوه. اوكي ما تغيرش، وهذا الجماعه لساتها موجوده في بلدك. ايوه. وانت رحت سافرت وانت راجع في المطار بيسحبوا منك الجرين كارد وبيحولوك على محكمه التسفير. هذه بالنسبه للجرين كارد، عشان بس نكون واضحين. اوكي كويس قوي. فاي واحد معاه جرين كارد عن طريق اللجوء ومعاه جرين كارد اوعى يفكر انه يسافر على بلده اذا الوضع ما تغير. لكن اذا الجماعه اللي ادعى انها مش موجوده ايوه بسموها تشينج سيركمستانسز. ايوه اوكي بيقدر يسافر ويرجع وبيقدر يرجع. بس طبعا سوف يعرض للتحقيق في المطار، والمطار لازم يشوف. لا لو جرين كارد. هذا لو جرين كارد. كويس. هلا في ناس كتير انا سمعت ايوه انه لما حصلوا على الجنسيه سافروا على بلادهم. كويس. ورجعوا وما حدش حكى معهم لانه امريكان سيتيزن. يعني اليو اس سيتيزن عاده يعني بيروح على ديفرنت لاين فروم ذا لوفل بيرمننت ريزيدنت وبيخضع لاجراءات تختلف عن اللوفل بيرمننت ريزيدنت. بس السؤال اللي كان بيقوله الاخ هو أيوه. بيقول انه بيسافر ولا ما هو بيسال انه يسافر ولا انه سافر ورجع. لا في ناس هددوه. في ناس هددوه. مين اللي هددوه؟ اذا كان التهديد رح يجي من ناس يعني اقربائه او من اصدقائه اقربائه وكذا هددوه لو انت سافرت هنبلغ ان انت سافرت. اذا تبلغوا والسلطات عرفت في هذا الكلام they might revoke his US citizen because he committed fraud. لانه بسموه غش. هذا ليه بقى؟ لانك انت خدعت الحكومه الامريكيه. انت بتدعي انه الجماعه المعينه مضطهدتني، حصلت على جرين كارد، حصلت على جنسية أمريكية ورجعت على نفس البلد. أنت ارتكبت فرود ولا لا؟ أنا بسألك هذا السؤال. أنت طبعا فرود. You committed fraud. طيب في نقطة دلوقتي منتشر موضوع الختان اللي هو ختان البنات في مصر. مش عارف حضرتك عندك فكرة عنه. طبعا هذا طبعا. هذا الختان هذا ده بيعملوه مثلا وبياخدوا الأسايلم عن طريق الموضوع ده. طب دول ما يقدروش يسافروا برضه؟ ما ممكن البنت مثلا لو كبرت وكده خلاص يعني. ما بحكي لك اذا كان السيركمستانسز اختلفت. هذه لما كبرت مثلا مش مضطرها انه ايش تعمل. طيب تخضع للاجراء مش. اللي ادعت فيه في الطلب تبعها. معناته احنا نزلنا تحت تشينج سيركمستانسز. صحيح. يعني it all depends on the facts. صحيح. على الحقائق. طيب اللي هي موجوده. نرجع تاني للموضوع بتاع الفيزا، واحنا خدنا 1,500,000 وبعد كده عايزين نشوف بقى الناس اللي هي ما عندهاش فلوس خالص وعايزه. وهل ممكن فعلا الناس تيجي لو هو معاه شهادات معينه يقدر يجي على امريكا؟ هل في طرق اخرى ان هو يجي امريكا ويبقى مقيم او يشتغل رسمي
بدون معوش فلوس يعني. أوكي. خلينا نحكي على اللي هو في اي 2 بدي اتكلم عليه بريفلي، اللي هو ال 120 الف دولار. هذا ال 120 الف دولار بتستثمر في بزنس يكون قيمته 120 الف دولار. تحصل على فيزا مده سنتين وتجدد مدى 120 الف دولار. 120 الف دولار مش 50 الف، مش 50 الف، 120. في حاجه ثانيه ب 50؟ لا ما فيش 50 او 120. 120 الاي 2 اذا بتستثمر في بزنس قيمته 120 الف تحصل على فيزا اسمها اي 2 مدتها سنتين، بس هذه بسموها نون اميجرنت فيزا، مش فيزا هجره. ايوه اوكي. وهذه الفيزا تجدد كل سنتين، كل سنتين بسموها انكريمنتس، كل سنتين تجدد سنتين، بس لازم تثبت قبل ما تقدم التجديد انه هذا البزنس لساته ان اكزيستنس، لساته موجود. والبزنس ده برضه لازم يشغل برضه ناس فيه وكده ولا لا؟ مش شرط. هو بيستثمر 120 الف، لازم يستثمر فيه 120 الف. يعني لو حطوه في الستاك ماركت يعتبر استثمار؟ لا ما لازم يحطهم في الستاك ماركت، هذا بزنس. يفتح بيهم محل مثلا، يفتح فيهم محل زي ما تقول مثلا واحد حابب زي يعملها وهو في بلده. يعني احنا بنعملها عن طريق الاوفيس، بيتصل فينا تليفون بقول لي فراس مثلا في عندنا مكان كويس بدنا نشتريه في ستاتن ايلاند مثلا. اوكي اعمل لي عقد مع اللاندورد، اعمل لي كونتراكت اوف سيل مع صاحب المحل. طيب عمل ده وكده وهو هناك عمل كام ده، وبعدين بنحولها على الفيزا بروسيسنج، بس بنودي المعامل الاميجريشن ياخد فيزا بقى اللي هي اي اي 2 مش اي بي، التانية اي بي 4 هذيك اي بي 5 دي اي 2 هذه اي 2. طيب في نعم. نوع تاني اللي هو ال او حاجه زي كده. اوكي ال ال 1 اللي هو مثلا شخص عنده شركة في مصر كويس اوكي، فحاب انه يعمل فرع في الولايات المتحدة الامريكية، فرع نفس الشركة بس فرع للشركة، يعني نفس البزنس نفس اللاين اوف بزنس بس بده يكون بسموه سبسيديوري كويس فرع، فبنعمل له L1 كويس، بس لازم يثبت انه هو شغال في المكان اللي موجود في مصر للبرنسبل اوفيس فور ات ليست 1 يير قبل ما يقدم المعاملة الـ L1. وبنقدر نعمل له بسموها فيزة L1، هذه بسموها non-immigrant visa. والتكلفة بتاعتها وقد ايه مدتها؟ التكلفة تبعتها تقريبا it runs like $5,000 بس. It's not a lot of money. $5,000 I'm talking about legal fees and filing fees. We're not talking about the business itself. لازم يعمل بزنس هنا برضه، لازم يعمل فرع، بدي يفتح فرع. الفرع هنا بقى بتكلفه معينه ولا بدي يستاجر مكان؟ لا لا يعني انا اقصد هل 120 الف ولا ممكن 50 الف 60 الف؟ لا ما في لها ليميت، ما لهاش ليميت، ما لهاش ليميت، وياخد سنتين برضه. المهم يكون في لها فرع من الفرع الرئيسي للقسم الرئيسي اللي موجود خارج البلاد. طيب انا بستاذن حضرتك لو احنا نقدر، هل نقدر نكمل حديثنا الاسبوع القادم لو ما عندكش مانع؟ ان شاء الله يوم الخميس الجاي ان شاء الله. يعني سادة المشاهدين شاهدين على ان شاء الله نكمل يوم الخميس الجاي ان شاء الله، لان احنا الوقت بيداهمنا ودي مواضيع مهمه جدا وعايزين نعرف تفاصيلها وديتيلز، وانا طبعا عارف عندنا تليفونات مش خالصه. ف نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. او احنا أنا نشكر قناه الاي ار تي على استضافتك. انا بشكرك استاذ فراس، وزي ما وعدني قدام حضراتكم الاسبوع الجاي هنكمل موضوع الاميجريشن. اللي عنده اي سؤال اي استفسار يجهزه، وان شاء الله الاستاذ فراس هيكون معانا الاسبوع القادم. اعزائي المشاهدين انا عايز بس قبل ما اختم معاكم اللقاء النهارده، يعني احنا بنحب ان احنا دايما بننبسط لما بيكون في اي مسجد جديد او كنيسة جديدة او مكان بيجمعنا كعرب سواء مسلمين مسيحيين. يعني جت لنا يعني خبر انه بشرة كويسة انه تم افتتاح مسجد في ستاتن ايلاند في ارثر كير رود 2546 ارثر كير رود، مسجد اسلاميك سنتر اوف ستاتن ايلاند، اسلاميك سنتر اوف اسلام اي سي اس اي في ستاتن ايلاند في ارثر كير رود. ودي حاجه جميله وانا بنبسط جدا لما بلاقي حاجه زي كده. بنبسط ايضا لما في كنيسه في امبوي رود وفي تاتنفيل. وانا متعمد اقول الكلام ده ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا ان احنا ننتمي لكل العرب وبنحب كل الناس وكل الناس تحبنا.
وفي لقاء ايضا بحب اهني زي ما احنا قلنا ابعتولي الزواج الاعياد الميلاد اللي بيحب يهني اي شخص ابعتولنا واحنا بنقول. فانا بحب اهني العروسة الجميلة منة الله ياسر على الاستاذ محمد حسن بزواجهم. وعلى فكرة منة الله ياسر هي حفيدة الفنان فوزي الجزائرلي، لو تفتكروه يمكن لو كتبتوا على جوجل فوزي الجزائرلي هتلاقوه ممثل من الممثلين الكبار المشهورين بتوع زمان ايام الابيض واسود. ومنة هي بنت مدام مريم اللي هي بنت فوزي الجزائرلي. فبقول لهم الف مبروك وبالرفاء والبنين ان شاء الله. ومرة اخرى بذكركم بافتتاح مسجد في ساتن ايلاند في ارتر كير رود للي ما يعرفش. وابعتولنا اي استفسارات. الاستاذ فراس هيكون معانا الاسبوع القادم لتكمله موضوع الهجره والاميجريشن، وانا عارف ان احنا عندنا كلنا ايشوز، حتى اللي قاعد مستقر هنا عنده اهل هناك يمكن عايز يجيب حد منهم، عايز يجيب اخ، عايز يجيب اخت، عايز. فالاستاذ فراس يعني هو مستشار قانوني لنا ان شاء الله في هذا البرنامج. فبحييكم وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم على خير، وتصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير. الله يعطيك العافيه.